لقد حددنا في شهر آذار حوالي مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة، ونعتقد أن العدد قد أصبح أكبر الآن. من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتمكن من مراقبة الجهات التي تتلقى مساعداتنا، لأنه مهم بالطبع أن لا تصل فقط إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة. حاليا لدينا حوالي 78 ألف لاجئ، وليس فقط في لبنان بل في دول أخرى كالأردن وتركيا. في لبنان يبلغ عدد اللاجئين المسجلين نحو 27500 شخص، ولكن بالطبع لقد تم إبلاغنا أن عددهم تخطى هذا الرقم بشكل ملحوظ، وأعتقد أنه من المهم جدا أن تقدم الحكومة اللبنانية أكبر قدر من الدعم وأن تعمل معنا ومع مفوضية شؤون اللاجئين بشكل وثيق.